فضيحة بعد 22 عاماً، محكمة إسبانية تنصف فتاة لصامويل إيتو وغرامة مالية ضده. كوبري إدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. أعلنت المحكمة الابتدائية رقم 83 بمدريد أن اللاعب كرة القدم الكاميروني السابق سامويل إيتو هو الأب الشرعي والبيولوجي لإيريكا البالغة من العمر 22 عام. وكشف موقع بطولات أن إيتو لم يعترف بابنته من امرأة تدعى أديليوسا، وقامت برفع دعوى قضائية على نجم برشلونة السابق. أقام معها الكاميروني علاقة حميمة، وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن الحكم كان غيابيا حيث لم يتواجد إيتو في الجلسة، ويتم نظر الدعوى من 2018. وكانت والدتها الشابة قد التقت بإيتو في ملهى ليلي بمدريد عام 1997 عندما كان لاعبا في ليغانز خلال صديق مشترك كان يعمل في نفس الملهى. ونتيجة للعلاقة في فبراير 1998 اكتشفت المرأة انها حامل فأخبرته بذلك، وخلال فترة الحمل حاولت التواصل مع إيتو لكنه لم يرد على مكالماتها الهاتفية او رسائلها الإلكترونية، حيث حاولت إخباره بأنها على وشك الولادة ولكنها لم تتلقى اي رد من إيتو. ولدت الفتاة عام 1999 في مستشفى أدركم في مدريد عندما كان إيتو لاعبا في إسبانيول دون أن يتعرف عليها اللاعب في أي وقت. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم صدر على إيتو بعد أن قدمت أديليوسا أدلة بيولوجية تدعم شهادتها مما جعل القاضي يعترف بالدعوة. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة ألزمت لاعب برشلونة السابق بدفع مبلغ شهري لابنته قدرته ب 1400 يورو بأثر رجعي منذ رفع الدعوة. كوبري إدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.